والعوازم لازم يدخلون القضاء. ومن قال ليش احنا مثل عيد واللي قال انه يصور ترى كذا. ومن قال ان العوازم طال عمر لازم ينزلون ولازم لازم لازم العوازم ينزل اذا صار في وقت شيء واضح ما اكبر او اسمان على الكويت تجار الكويت قال ما يجلس طال عمر يقول له ادويه ويقول له طال عمر قال ضمن ويقول له صباح عاشر ويقول له طال عمر جنة خلق الله أبو عمامة سودة. وكان الكويت إن هذا الله هم على حلو بريد كنا نقع طال عمرك ونضحك ونقول لا لكن عشر وروح أصور قلت أنا واحد أنت ما تقول العوار أنت ما الكويت تدافع عيوني من الجزر إلى الكور إلى البحر إلى كذا شو طلعنا رجل رجلين كذبا من يوم الأيام هذا طال عمركم عارضين وهذا طال عمركم يقضون الحكم وهذا شوه عقلي بن وسبي على صالح طالب بن وسبي طال عمرك فقال شكرا هذا الدكتور يكون مليار عوازم وكذا وكذا نسوي شك لكن اللي فجر مكوي ما قال مكانها كيفهم هم على قضيتين وقال طال عمرك تكلم عليهم وانتم تسمعون وعين على وزارتين عين على وزارتين وقال انتم تسوون ما انتم قلتم احنا حرمنا على قد اسوي احنا شبه في رجالنا على لا شيء وبعدين رايقين اثنين كيف وحلقت رؤوسهم وسلوا فيهم وحطوا زاده وهذا والعواد طال عمرك على الكويت وعطيهم خطه هذا كذب تعالوا من كشف في ولد هم ولا ولد الصواب اللي هو خيانه هم اللي في ولد انسان بيوم خيانه احنا اول ما يزع ما يزع حطاق من كل واحد لكن كل ما يطلع لنا عينه فاتحه يدوخونا واسكتم لا تقولون شيء واسكتم لا تكلمون والعوازم رياجيلنا والعوازم مال الكويت والعوازم كذا كذا والعوازم والعوازم هم الحضور وهم اللي المساكين من كذا لكذا قال ما نبي لا احد يعلمنا كيف تسوي ولا يعلمنا كيف يكون فوق ومن كذا الى كذا حتى ما نجاوب ولا ما نبي لا عادي اعطينا كل شيء الحين اخواني احنا الان في موقف يعني ما راح اسمع مره اخرى ولا راح اكثر حد موقفنا واضح وراينا واضح وربعنا مرشحين نشور عليهم من هذا الموقف انا لدى قدريتي للمحكمه هذا الربع اللي رشحهم ودار ورد على العوالم لو اني حي ما راح يدخلون البيت.